السلام عليكم البنات، كي راكم؟ معايا لاباس الحمد لله. معكم اسباس ميرا في وصفه في وصفه جديده. اليوم جبت لكم حلوى تركيه المشقق، غادي نديروه بالكاكاو. كاين اللي يديرها فاني وكاين اللي يديرها بالكاكاو. انا اليوم غادي نديرها بالكاكاو. نسحقوا في هذه الوصفه، وصفه سهله والمقادير تاعها بسيطه، ما فيهاش بزاف. نسحقوا زوج حبات بيض، كاس الاربع تاع سكر الكاس، ونقلع منه دو دوا كيما هاك، الاربع تاع سكر، نص كاس تاع الزيت كما قلت لكم، حبات بيض، واحده خميره الحلوى، واحده لافاني، حوالي 3 حتى 4 كاكاو، وفرينه ورشه ملح، ونرمدو بشيخ غلاس. نبدو بسم الله. ندير السكر تاعي بسم الله، وندير الزيت، ندير الكاكاو حوالي قلت لكم 3 مغارف حتى 4 مغارف كاكاو، واحدة انا غادي نديرها هنا كاكاو، ندير شوية ملح، شوية ملح، رشة ملح كيما هكا. غادي نخلط، نسير هادو ونخير، نخلط كاع هادو، نخلطهم غاية، من بعد نزيد لهم البيض. الخلط تاعي، الخليط تاعي غاية، نخلطه نخلطه يتجانسو كاع الكاكاو والزيت والسكر، نحس داك السكر شوية داب، من بعد نزيد البيض. من بعد ما خلط غاية غادي نزيد زوج حبيبات تاع البيض بسم الله، نزيد لافاني. هنا تبغوا ما ديروش لافاني ما ديروش، لاخاطش راهي كاينه الكو تاع الكاكاو. نزيد لافاني ونزيد نخلط. من بعد ما خلطت كاع الخليط، دروك غادي نزيد الفرينه بشويه، فرينه صيروها. الفرينه غادي ديلي من كاس ونص حتى زوج كيسان تاع فرينه، سا ديبو على حساب الفرينه تاعكم. ونزيد خميره الحلوى، خميره الحلوى، هذا خميره الحلوى ولا فرفاره ولا بيكنج باودر بسم الله. كما قلت لكم غادي ديلي كاس ونص حتى زوج كيسان، سا ديبو على العجينه تاعكم. نزيد غير بشويه ونخلط. انا غادي نلم العجينه تاعي ونوريها لكم ان شاء الله. ها العجينه تاعي بعد ما لميتها، دات معايا حوالي قريب زوج كيسان تاع فرينه. كيما قلت لكم سا ديبون فرينه، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. ما انا البيض اللي درتها كبير بزاف، عليها دات معايا شويه فرينه، قريب زوج كيسان. تجي كيما هكا، هكا كشغل هكا تتعلق كيما هكا. غادي نغطيها بكيس بلاستيكي، ندخلها في الفريجيدير الثلاجه من 20 دقيقه حتى لنص ساعه، ونجي نشكلها ونرمدها في سيخ غلاس ونديرها طيب ان شاء الله ونوريكم. هنا الحلوه تاعي من بعد ما بردت شويه، درتها هكا كرات، عبرت على المغرف هكا، درت على حساب المغرف. انتم تبغوا ديروا ميزان، كل وحده ودير العبر اللي تبغيه. غادي ندير كاع كرات كيما هكا، نرمدها في سيخ غلاس هكا، نرمدها في سيخ غلاس من هكا. غادي نكمل كاع الكرات تاعي، الكاطو كاع نشكله ونديرها يطيب على درجة حرارة 160 حتى 180 درجة، يطيب 10 دقائق حتى 11 دقيقة ولا 12 دقيقة، ونوريه لكم ان شاء الله في صحن التقديم. هاولا الكاطو تاعنا من بعد ما طاب، المشقوق التركي جا شباب، جا هايل ما شاء الله. راني دايرها ولا جا شباب، راني ديجا حلة واحدة هايلة
ان شاء الله تسيوه وتعجبكم الوصفه. لا عجبكم الفيديو ديروا جيم، ديروا ابوني وديروا كومونتير، باسكو التعليقات تاعكم راهي تحفزني بزاف باش نزيد نعطيكم الجديد. وفعلوا الجرس وسلام.